الرئيس السيسي يستقبل رئيس إريتريا أسياس أفورقي بقصر الاتحادية. الرئيس السيسي يبحث هاتفيا مع العاهل الأردني الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات. ترحيب كبير بتوقيع اتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة التي تتضمن ضخ 35 مليار دولار على مدار شهرين. العاشرة بتوقيت غرينتش، 12 ظهرا بتوقيت القاهرة، نشرة إخبارية جديدة من دي أم سي، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس إريتريا أسياس أفورقي بقصر الاتحادية، وأقيمت مراسم استقبال رسمية حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف وتم عزف السلام الوطني لكلا البلدين. هذا وتشهد العلاقات بين مصر وإريتريا تطورا ملحوظا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية في عام 2014 تعددت زيارات الرئيس الإريتري لمصر التي ناقش خلالها سبل تعزيز التعاون بين البلدين، فضلا عن مناقشة تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل الأردن. أقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي إن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في ضوء أواصر الأخوة التاريخية بين الشعبين الشقيقين،
كما تضمن الاتصال أيضا التباحث بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المكثفة الرامية لوقف إطلاق النار، وناقش الزعيمان جهود إنفاذ المساعدات في ضوء التدهور الكبير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، كما تم التأكيد على الرفض الكامل لتصعيد العمليات العسكرية لتداعياته على أمن واستقرار المنطقة ككل. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي بالشراكة بين مصر ودولة الإمارات يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار سيتم دخولها إلى الدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، ثم يعقبه بعد شهرين الدفعة الثانية 20 مليار دولار، وسيكون على هيئة أرباح، وسيكون للدولة المصرية نحو 35% من أرباح المشروع. وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الصفقة أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وستكون شركة مساهمة مصرية للمشروع، وستتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومنطقة للمال والأعمال وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة. سلطت وكالة رويترز الإخبارية الضوء على توقيع مصر صفقة استثمارية مع الإمارات لتطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط، وقالت إن الصفقة ستوفر لمصر 35 مليار دولار خلال الشهرين المقبلين. ونقلت الوكالة تصريح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأن المشروع يمكن أن يجذب 150 مليار دولار من الاستثمارات، ويشمل المشروع مناطق استثمار وأماكن تجارية وسكنية وأيضا سياحية وترفيهية، ومن المتوقع أن يبدأ العمل فيه أوائل العام المقبل. وقالت رويترز إن السندات السيادية المصرية الدولارية ارتفعت أمس قبيل الإعلان عن الصفقة، وواصلت ارتفاعها حتى فترة ما بعد الظهر. أشادت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بتوقيع الحكومة المصرية أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة.
أقالت المبادرة إن الشراكة الاستثمارية هي إحدى ثمار خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي تنفذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى خطة التطوير والتنمية الشاملة التي نفذتها الدولة المصرية خلال الأعوام العشر السابقة من خلال الاستثمار في البنى التحتية، وخاصة شبكات الطرق والمطارات والموانئ وإنتاج الطاقة وغيرها. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني. سيد سمير، بعد التحية، يعني نتحدث عن ضخ 35 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري، نتحدث عن توفير ملايين الفرص من العمل للمواطنين المصريين، وأيضا إتاحة مناطق جديدة للمصريين بعد هذه الزيادة السكانية الكبيرة، مكاسب بالجملة بعد توقيع هذه الصفقة. كيف تابعتم في الحوار الوطني، وكيف تابعت بشخصك توقيع هذه الصفقة؟ طبعا بعد التحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين، كلنا زي كل مواطن مصري محب لبلده وأي حد مهتم بالشأن الاقتصادي المصري، كان الخبر امبارح والتوقيع مصدر للسعادة وللفخر، وبيأكد على إن ما تم بذله من جهود للدولة المصرية في العشر سنوات الماضية بيأتي الآن التوقيت إن احنا نجني الثمار، وإن احنا كلنا نشهد أكبر حدث للاستثمار الأجنبي المباشر يمكن على مدار تاريخ مصر كلها. هذه الصفقة بهذا الحجم والرؤية والفيجن اللي بتشمل مناحي كثيرة جدا في استثمار سياحي وعقاري وأيضا لوجستي، ووجود منطقة هتكون هي الأولى كوجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط، شيء محترم، وإن شاء الله رب العالمين يكون له عوائد كثيرة جدا على الشعب المصري، وبيأكد على الشراكة الاستراتيجية ما بين الدولتين والشعبين في دولة الإمارات العربية الشقيقة وفي جمهورية مصر العربية. نعم دكتور سمير، قد لا يعلم الجميع أن هذه الصفقة وهذه الاستثمارات أتت بعد دراسات على مدار 6 سنوات ماضية بكل التفاصيل وبدقة عالية، وأنها ليست وليدة للحظة وليست وليدة لظروف اقتصادية معينة تمر بها البلاد خلال هذه الفترة. نريد أن ننوه أيضا على هذا الأمر، وأن هذا المشروع يأتي في إطار تطوير كامل لمنطقة الساحل الشمالي تم دراسته سابقا، وحتى الآن ما زلنا في إطار التنفيذ. بالفعل هو الشغل اللي بيحصل ده كان مخطط للدولة وللجمهورية الجديدة 2052، المخطط العمراني، وكان في منطقة الساحل الغربي لمصر كلها في المخطط من العلمين الجديدة مرورا برأس الحكمة والنجيلة وأيضا جرجوب، وفي ميناء كبير في جرجوب اتعمل، ثم مطروح والسلوم إلى سيدي براني. في مخطط كبير جدا، ويمكن فكرة القطار الكهربائي اللي هيربط من البحر الأحمر من منطقة العين السخنة مرورا بأكتوبر يصل إلى مطروح، ده كله في خطة كبيرة واستراتيجية للدولة المصرية. المشروع علشان يتم بهذا الحجم له مفاوضات كثيرة تمت، الدولة أعدت المخطط والبلان للمشروع وطرحته على الاستثمار الأجنبي والمحلي. وبالمناسبة الناس متخيلة أنه مجرد شركات أجنبية أو شركات عربية، في النهاية كل الشركات المصرية هتكون مدعوة للمشاركة، وكل قطاعات المقاولات ومواد البناء صحيح والسياحة كله هيكون عنده فرصة عمل كبيرة جدا في مثل هذا المشروع. صحيح دكتور سمير، لمن كان يتساءل في وقت سابق عن أهمية القطار الكهربائي، عن أهمية تلك الشبكة من الطرق التي تمتد في شمال مصر وجنوبها في شرقها وغربها، السؤال هنا هل كان يمكن لهذه الصفقة أن تتم لولا هذه البنية التحتية التي تم الاستقرار على أن تبدأ منذ اللحظة الأولى لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية، وأن تستمر حتى هذه اللحظة؟ لا طبعا، لولا ما تم، ويمكن النهاردة بتترجم كلمة الجمهورية الجديدة، احنا بنشهد فعلا جمهورية جديدة، بنشهد ضعف المساحة المأهولة لمصر، احنا كنا عايشين على تقريبا 7% من مساحة مصر، النهاردة ضاعفنا هذه المساحة بعمران في مناطق كثيرة ومدن جديدة.
امبارح دولة رئيس الوزراء أشار، الناس كانت بتسأل ليه عاملين طريق الساحلي 10 حارات في كل اتجاه. صحيح. النهارده دي الإجابة، إن يبقى بيجهز لمشروعات كبيرة بهذا الحجم. إحنا ما بنتكلمش في منتجع سياحي أو كومباوند، نعم، دي مدينة متكاملة فيها مطار كبير جدا، هيبقى مطار دولي، فيها منطقة للصناعات التكنولوجية، حي مال وأعمال. الرؤية اللي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه أن يحدث نقلة لمصر لم تشهدها من قبل. بالفعل النهاردة إحنا عرفنا ليه الطرق، ليه القطار الكهربائي، ليه شبكة الأنفاق اللي بتربط الدلتا بسيناء، كل المخطط العام ده هتبدأ تظهر ملامحه في مناطق صناعية ومناطق سياحية، وأيضا الاستصلاح الزراعي اللي بيحصل. نعم. كل هذه النهضة بتكمل. صحيح. انتجريشن ما بينها وما بين بعضها. صحيح الدكتور سمير صبري، مقر لجنة الاستثمار الخاص والمحلية والأجنبية بالحوار الوطني، شكرا جزيلا لك. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الصفقة الاستثمارية بمدينة رأس الحكمة تعد أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. أشار مدبولي إلى أنه لولا دعم القيادتين السياسيتين في مصر والإمارات لما كان مشروع الصفقة الاستثمارية يخرج إلى النور. تحت عنوان شراكة من أجل التنمية، وقعت الحكومة المصرية عقد تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، الذي يمثل أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر من خلال شراكة مع الإمارات في تتويج لجهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين. وتبلغ قيمة الصفقة 35 مليار دولار، استثمار مباشر تتدفق إلى مصر خلال شهرين، منها 24 مليار دولار بشكل مباشر و11 مليارا من ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي المصري. وأكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة حريصة على تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة في أسرع وقت ممكن، موضحا أن كل شركات المقاولات والتطوير العقاري في مصر ستعمل في مشروعات رأس الحكمة. ويعد مشروع رأس الحكمة أكبر صفقة عقارية في تاريخ مصر الحديث ضمن المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي يستهدف وضع المنطقة التي تمتد سواحلها من الكيلو 170 إلى الكيلو 220 بطريق الساحل الشمالي على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية خلال 5 سنوات. ويجسد المشروع شهادة على قوة هيكل الاقتصاد المصري وتأكيدا لتوجهات الحكومة في تسهيل بيئة الأعمال أمام القطاع الخاص وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعزز زيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. ويعكس المشروع النجاح الكبير لاستراتيجية تصدير العقار المصري وجهود تحويل مصر لوجهة استثمارية عالمية، خاصة أنه جاء كشراكة بين الجانب المصري وأكبر المطورين العقاريين في المنطقة، وليس بيعا لأرض المدينة. ويساهم مشروع رأس الحكمة في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، كما يفتح الباب لجلب استثمارات ضخمة ومزيدا من الشراكات مع شركات عقارية وعالمية في المستقبل لتطوير مزيد من المناطق السياحية والتجارية المصرية، الأمر الذي يعمل على ضخ مليارات الدولارات بشكل مستدام ويولد فرص عمل بالملايين للمصريين سواء في تشييد المشروعات أو إدارتها. ولم يكن مشروع رأس الحكمة الضخم أن يرى النور لولا جهود التنمية الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدار السنوات الماضية، أطلقت خلالها عددا كبيرا من المشروعات القومية، خاصة في مجال الطرق التي ربطت أطراف الدولة ببعضها البعض، وأصبح خليج رأس الحكمة متصلا مباشرة بالقاهرة والإسكندرية عبر محور الضبعات وطريق الساحل الشمالي، إضافة إلى مشروعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف رامي فايز، عضو غرفة المنشآت الفندقية ونائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم. سيد رامي، بعد التحية، كيف تابعت توقيع هذه الصفقة التي تعتبر الأضخم والأكبر في تاريخ الاستثمار المباشر في مصر؟ أهلا بسيادتك يا فندم. طبعا لا يخفى على أحد أن دي طبعا يعني فعلا تعتبر أكبر صفقة اقتصادية عقارية سياحية في التاريخ المعاصر لجمهورية مصر العربية. طبعا يعني اتبذل فيها مجهود كبير جدا جدا من الحكومة المصرية، بس طبعا يعني انا عايز اقول لك ان 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 بلدنا الحمد لله هي مسوقة نفسها باماكنها بشواطئها بمنتجعاتها بالجو بتاعها. فالحمد لله طبعا المستثمر الاماراتي لما يجي ويضخ في بلدك
العدد الكبير دي من المليارات اكيد هو هيبقى مدرك وعارف كويس جدا ان الخطه التسويقيه بتاعته يا فندم هتدر هو عليه هو كمان طبعا الكثير والكثير من المليارات عائد عليه وعلى الدوله المصريه. فطبعا اهلا بالاستثمار الاماراتي. طبعا خلي بالك سيادتك ان كان في هدف استراتيجي للدوله المصريه وهو استيطان حوالي 3.5 مليون مواطن على سواحل الساحل الشمالي يا فندم. نعم. بحيث ان هو ما يشتغلش فقط لغير من نص يونيو لغايه نص 9 زي ما الناس بس شغاله هناك الثلاث شهور دول. صحيح. بعد كده بتبقى معظم الفنادق طبعا مغلقه والمطاعم مغلقه، انت النهارده في تنميه مستدامه في الساحل الشمالي حوالي 12 شهر ان شاء الله في السنه بدايه من السنه الجايه دي ان شاء الله. التنميه المستدامه دي هتدر عليك طبعا الكثير والكثير من الاستثمار وليس فقط الاستثمار الاماراتي خلال الفتره القادمه. صحيح، ونتحدث ايضا عن 8 مليون سائح مستهدف من خلال هذا المشروع. رامي فايز عضو غرفه المنشات الفندقيه ونائب رئيس جمعيه مستثمري مرسى علم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. تعد منطقة الساحل الشمالي من المناطق الواعدة في التنمية والاستثمار نظرا لامتداد أراضيها على السواحل، وتطبق الدولة استراتيجية طموحة لتنمية سواحلها الشمالية من العلمين وحتى السلوم بهدف استيعاب الملايين من الكثافات السكانية بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل أمام الشباب. استراتيجية طموحة تطبقها الدولة لتنمية سواحلها الشمالية من العلمين وحتى السلوم لمسافة نحو 500 كيلومتر، نطاق وظهير صحراوي يمتد في العمق لأكثر من 280 كيلومتر، ومساحة إجمالية تقدر ب 160 كيلومترا مربعا. وتستهدف الدولة إقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المدن الجديدة بهذه المنطقة سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية، وتلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم. ومنطقة الساحل الشمالي الغربي بما تمتلكه من موارد مختلفة تعد أمل مصر لاستيعاب الزيادة السكانية خلال الأربعين عاما المقبلة، والتي تقدر بحوالي 34 مليون نسمة، بالإضافة إلى أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط تولد نحو 11 مليون فرصة عمل حتى سنة 2052. ومن أهم الأهداف الاستراتيجية للتنمية الإقليمية للساحل الشمالي الغربي تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لا يقل عن 12% في السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل. المشروع يستهدف دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي عن طريق زيادة مساحتها في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 5% حاليا إلى 7%، كما يهدف إلى الارتقاء بالأوضاع الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77%، وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقي الأقاليم المحيطة. ويعتمد الفكر التنموي المقترح لهذا المشروع على إنشاء العديد من مدن الجيل الرابع الذكية والمستدامة لاستقطاب ملايين من السكان وتحقيق التنمية العمرانية المتكاملة للساحل الشمالي الغربي باعتباره من أكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية من خلال خلق أنشطة اقتصادية متميزة توفر فرص العمل لأعداد كبيرة من الشباب خلال العقود القادمة. كل هذا يضاف إلى إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفاري وإمكانية استصلاح ملايين الأفدنة وزراعتها بمياه البحر المحلى ومياه الصرف الزراعي المعالجة، وذلك لاستزراع نباتات الوقود الحيوي والأعلاف بجانب استغلال منخفض القطارة في التنمية المتكاملة. حقق النادي الأهلي الفوز على مضيفه ميديام الغني بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. سجل حسين الشحات هدف اللقاء الوحيد لصالح الأهلي في شباك ميديام الغني في الدقيقة 48، وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، ويأتي شباب لوزداد في المركز الثاني بخمس نقاط. إلى هنا نصل إلى ختام النشرة، دمتم في أمان الله.